بمشاركة سعودية رفيعة المستوى افتتحت بمقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة سيسكو أعمال المؤتمر الإسلامي السابع لوزراء البيئة. المؤتمر الذي ينظم بالتعاون مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، ترأست جلسته الافتتاحية صاحبة السمو الملكي الأميرة حسناء بنت الحسن، التي تلت بالمناسبة رسالة للعاهل المغربي الملك محمد السادس وجهت للمؤتمر. إننا نعتبر مؤتمركم اليوم الذي يأتي ضمن اللقاءات الدورية التي تعقدها منظمتنا فرصة سانحة للوقوف على التحديات البيئية ومواصلة التشاور وتبادل الخبرات في مجال ظاهرة التغيرات المناخية التي أصبحت أبعادها ومخاطرها تشكل تهديدا حقيقيا لكافة دول العالم ومن ضمنها الدول الإسلامية الشقيقة. وحسب المتدخلين فإن الشعار الذي أخطر للدولة الحالية يعبر عن المهمة الرئيسية التي يتوجب أن يطلع بها المؤتمر لتحقيق الهدف الأساس من انعقاده، حيث أن تعزيز التعاون الإسلامي الفعال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ينبغي أن يأتي في مقدمة انشغالات الدول الأعضاء. كان التأكيد هنا على أن الاهتمام بالبيئة والاهتمام بالمناخ هذا ليس له دين أو جنس أو عرق، كلنا نعيش على هذه الأرض وعلينا المحافظة عليها بالاهتمام بها وعدم تدميرها واستصلاحها وتنفيذ التوجيه الرباني بما استخلفنا الله بها عليها. كذلك نشكر المملكة العربية السعودية على تقديم جائزة البيئة لهذا العام، وهي فكرة نبعت من المملكة العربية السعودية، وكما سمعنا اليوم من معالي وزير الزراعة والبيئة الدكتور الفضلي عندما شرح أهمية هذه الجائزة. وبهذه المناسبة تم توزيع جوائز المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي، والتي يعتبرها المهتمون بأنها باتت من أهم الجوائز العالمية التي تهتم بمجال البيئة على كوكب الأرض. المملكة العربية السعودية بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله بتخصيص جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في نطاق العالم الإسلامي، وأسندت أمانتها العامة للإسسكو. وكما رأيتم فقد تم توزيع هذه الجوائز على 17 مؤسسة من دول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. هذا ومن المرتقب أن تصدر عن هذا المؤتمر توصيات وقرارات ستكون بمثابة خريطة طريق خلال الفترة القادمة التي تفصلنا عن المؤتمر التام لوزراء البيئة في العالم الإسلامي. المصطفى العسري، قناة الإخبارية، الرباط.